كلنا عارفين ان اغنية حب ايه هي اول اغنية لحنها بليغ حمدي لكوكب الشرق ام كلثوم، واللي غنتها سنة 1960. لكن المفاجأة اللي اكتشفناها بعد حوالي 65 سنة من غنائها ليها، واللي هتصدم كتير منكم، ان ام كلثوم مش هي اول واحدة غنت الاغنية دي، وان بليغ اخفى عنها المعلومة دي علشان ما ترفضهاش. طيب مين هي اول مطربة غنتها؟ وإيه الحكاية؟ ده اللي هنعرفه حالا، وياريت بعد ما تعرفوا المفاجأة دي تقولولنا لو كانت أم كلثوم عرفت إن المطربة دي غنت حب إيه قبلها، يا ترى كانت هتوافق تغنيها بعديها ولا أنتوا إيه رأيكم؟ أنت عارف قبلك معنى الحب إيه؟ وطبعا بنفكركم بالاشتراك في قناة نجوم الغلاف على اليوتيوب وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم لحد عندكم كل جديد احنا بنقدمه. ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوناش في اللايك الجميل بتاعكم. وبينا نبدأ. قصة اغنية حب ايه معروفة للجميع، خصوصا ان بليغ في حوارات كتير اتكلم عنها باعتبارها حدث تاريخي في حياته الفنية، لانه كان وقتها شاب عمره يدوبك 23 سنة، وان حد في السن ده تتعامل معاه ام كلثوم اعظم مطربة في الشرق واللي تعاملت مع كبار الملحنين وعظماء الموسيقيين، اكيد ده كان حدث تاريخي بالنسبة له. يعني كان انا ياسين لسه صغير حقيقي، يعني يوم ما غنت الغنوة كان الخميس، كان 5 اكتوبر، السبت 7 اكتوبر كان عيد ميلادي 23، فطبعا كانت مرحلة مش سهلة. وزي ما قال بليغ بانه قابل ام كلثوم في سهرة دعاه ليها المطرب والموسيقار محمد فوزي، واللي كان وقتها عنده شركة اسطوانات وتعاقد مع ام كلثوم، فطلب من بليغ ان يجي السهرة دي لان ام كلثوم هتكون فيها. قال لي تعالى تسهر، ام كلثوم جاية. فرحت سهرت، وفي وسط السهرة عرفها فوزي ببليغ وقال لها على فكرة ده بيلحن كويس. فوزي كان من الناس اللي انا بالنسبة لي كان من اكبر المشجعين ليا في حياتي الفنية، وهو اللي راح جاب العود فعلا، وهو اللي سمعنا حب ايه. فسمعها حب ايه فاعجبت بيها جدا لدرجة ان تاني يوم على طول كانت اخدتها منه علشان تغنيها، وعلشان ترتبط الاغنية دي باسمها بعد كده، من غير الناس ما تعرف ان في مطربة غيرها سبقتها وغنتها قبلها. حتى لما تسأل بليغ عن الناس اللي غنت ليه في بداياته قال إن اول صوت يعني اتزعت ألحاني من خلاله كانت السيدة فايدة كامل، بعدها على طول السيدة نجاة وصباح وعبد الحليم. وتخيلوا ما ذكرش اسم مطربة حب ايه خالص. مش كده وبس، لا ده حتى لما سألته المذيعة هل الأغنية دي كان ممكن حد تاني يغنيها غير أم كلثوم، فقال لها هو المذهب كان معمول من غير تفكير في حد، إنما بعد كده طبعا كملت الكوبليهات وفي اعتباري ان ام كلثوم اللي هتغنيها. وبرضه ما جابش سيره المطربه اياها، ويبدو ان كان في اتفاق بان محدش يكشف السر ده خالص، بدليل ان في لقاء مع مؤلف الاغنيه دي الشاعر عبد الوهاب محمد قال بان اللحن كان جاهز، لان كنا عاملين حب ما كانتش دي اصلا للسيده ام كلثوم، يعني ما قلناش احنا نقعد اهو نشتغل غنوة ام كلثوم، انما هي كنا عاملينها كده لوجه الله والفن يعني. وبرضه ما جابش سيرة ان في حد تاني قبل ام كلثوم غناه. طيب مين اللي كشف المفاجأة دي؟ اللي كشفها المنتج سمير خفاجي صاحب فرقة الفنانين المتحدين اللي طلعت اغلب نجوم المسرح في مصر، لما كان في لقاء مع الفنان سمير صبري وسأله عن بداياته كمنتج، قال له ان كان من اوائل الفرق اللي عملها فرقة ساعة لقلبك، واللي كان بليغ حمدي بيغني فيها. هنا استغرب سمير صبري وقال له هو بليغ كان بيغني، خصوصا ان الناس كلها عارفة ان بليغ ملحن مش مغني. كل ابطال ساعة قلبك بتوع البرنامج، وكان بيبقى معانا حد بيغني، بليغ حمدي، فايدة كامل، بليغ حمدي. فكشف له هنا سمير خفاجي وقال له ان بليغ في بدايته اشتغل مغني وغنى معاه في فرقة ساعة قلبك، وفي الوقت ده بدأ يلحن. وهنا كشف له المفاجأة
اللي بنتكلم عنها النهاردة، وهي ان اغنية ام كلثوم حب ايه كان ملحنها للمطربة سونيا عبد الوهاب قبل ام كلثوم تغنيها، وانها فعلا غنتها في حفلة من حفلات ساعة لقلبك. اللحن بتاع السيدة ام كلثوم حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، كان في عندنا مطربة مجهولة الهوية اسمها سونيا عبد الوهاب، ده لو غنته فعلا في راس البر سونيا عبد الوهاب وقالت حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، وما قالش لام كلثوم بقى ان ده كان غنته سونيا عبد الوهاب، لا ما اعتقدش بقى. وبالبحث عن اسم المطربة سونيا عبد الوهاب اكتشفنا فعلا انها كانت بتغني في الفترة دي، وانها ما غنتش بس اغنية حب ايه لبليغ حمدي، لا ده غنت اغاني تانية ومنها اغاني من ألحان محمد الموجي وغيره. يا اللي فايت يا اللي فايت من حياتنا. أعزائي المشاهدين، يا ترى بعد ما عرفتوا المعلومة دي، يا ترى تفتكروا لو أم كلثوم كانت عرفت إن سونيا عبد الوهاب غنت أغنية حب إيه قبل منها، يا ترى كانت هتغنيها ولا كانت هترفضها؟ في انتظار رأيكم في التعليقات. حب ايك اللي انت جاي تقول عليه. انا الموناليزا صاحبة اشهر لوحة في التاريخ. اعزائنا المشاهدين، شاهدوا هذه الفيديوهات على قناة نجوم الغلف. ولأني أنا الموناليزا أوجه لكم الدعوة للانضمام إلى قناة نجوم الغلاف. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات مع قناة نجوم الغلاف، وانتظرونا دائما مع فيديوهات جديدة على قناة نجوم الغلاف على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.